عمار يا اخويا في ايه مالك؟ صفاء فين؟ ايه صفاء بقت عند خالتها بجراك البنت بجراك وتليفونها مقفول صفاء فين؟ انا عارفه بقى حين بقى المكان زمانها جاي فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها طلعتيها يا عمار يا لهوي صلاة مالها صلاة في ايه يا صلاة؟ يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي ايه ده انت مستني حاجة؟ لا خالص استني اروح اشوفني اتنين من الحارة راحوا بغمضة عين ارتاحوا من المرض ما تشكري يا شاري انت مكسوف ولا ايه؟ ما انا باكل اهو لا ازاي الحاجة زينة بقالها كتير مش باينة هي مسافرة ولا ايه؟ هي قاعدة عند خالتي اليومين دول ربنا يهديها ويهدي الأستاذ تمام بصراحة يا شوقي انت من ساعة ما سبت البيت بتتلخبط خالص معلش كل حاجة هتبقى أحسن إن شاء الله أنا سامعة إن الأستاذ تمام بقاله ليلتين بايت في الجامع إيه؟ بايت في الجامع؟ أنت بتقولي إيه؟ أنا كنت فاكرة إنك أنت عارف لازم يعني تنسحبي من لسانك يا أخويا أنا لسه قلت حاجة ايوه ايه يابا عايز حاجه يا استاذ تمام لا يا اخويا مع السلامه الله يسلمك تعالى شوف ايه اللي بيحصل لنا يا يابا الشيطان دخل البيت وقدر يفرق بيننا يا ابني انت ما شيطان يابا ما تغلبتش عليه ليه انت الاستاذ تمام يابا قوم يابا قوم ارجع البيت يابا ارجع البيت ورجع امي لم شملنا تاني يابا يا ريت كنت اقدر يا ابني يا ريت كنت اقدر اواجه امك ازاي بعد اللي عملته معاها انا ظلمتها وهي عمرها ما ظلمتني طول عمرها كانت شايلاني احط عيني في عينها ازاي ازاي يا شوقي بعد اللي عملته ازاي؟ امي غلبانه اول ما تروح تاخدها في ايديك هترجع هترجع يابا امك على قد ما هي طيبه على قد ما هي عنيده ودماغها ناشفه لكن برضه مهما عملت انا هعذرها مش ده البيت؟ مش ده البيت اللي انت طول عمرك بتبنيه على الدين والطاقه؟ دلوقتي بتهده بإيدك ما هو ده اللي تعبني يا شوقي هو ده اللي تعبني يا ابني عشان خاطري يا ابني عشان خاطري يوم ارجع البيت وانا هروح اجيبها لغاية عندك وبعد كده اعمل اللي انت عايزه بس ارجع بات في البيت يا ابا عشان خاطري ابات في البيت ازاي يا شوقي ابات في البيت لوحدي لا انت ولا امك ولا اختك عايشة في البيت ابات لوحدي ازاي يا شوقي عشان كده يا مرهم ما كنتش بحب ارجع البيت عشان امي مش فيه بس خلاص يا ابو ارجع انت ارجع بات في البيت وبلاش بلاش نوبة الجامع دي يابا حاضر حاضر يا ابني وربنا يقدم لي في الخير يا ابني ربنا يخليك يا تشمتي تقتلي القتيل وتمشي في جنازته ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته هي اختك احسن من ابويا انت تعملي فيا انا كده اشرب يا صلاح وبكيف ابوك كان عايز يقتلني ضرب عليا نار المسدس كان صوت وانا ايش عرفني انا قتلته وهو بيصلي ابوك كان تاجر مخدرات وانت اخطر واحد عارف انا كنت بقضي واجبي وانا كمان كنت بقضي واجبي اختك فرع مايل في عائلتك ما اقولكش اسيبك مغفل
انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ ايه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. اه كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك انت. ضيعتيني. انت اللي ضيعتني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي اتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. اه بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام. قول يا معلم، نص ال 50 جنيه دلوقتي، والنص ده لما تيجي تنتخب فوقه، بس هتنتخب لطف، فضلك من حمزه ده خالص، وانت شرط. قول يا سيدي. امسك اديله اي خدمه. تمام؟ بكره تيجي تاخد النص الثاني على طول. ماشي. ادع خلاص ادع ادع ادع. خلاص يا كابتن. اسمع انت، هو اسمع يلا، مش الرئيس تيجي بكره طبعا. خيط وحش ولا تقدر بلعك قلبك. حاضر يا باشا. يلا يا رجاله يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. ان شاء الله تسلم يا اخويا. ازيك انت؟ انا تعبان. تعبان قوي. البيت من غيرك ظلمة. ومن غيرك انت كمان. البيت مش هينور الا بيك. اديني جبتها لغايه عندك بقى حاجه. يلا يلا قوم روح بقى وارجع بيتك. لا يا شوقي، انا مش هطلع البيت غير لما امك تسامحني. مسامحاك. سامحاك يا اخوي. وانت كمان لازم تسامحني. أنا اللي غلطت، ما عرفتش أحافظ عليك. كان لازم أخليك ما تعملش اللي أنت عملته ده. يعني بجد يا زينب، أنت دلوقتي مسامحاني من قلبك؟ أي أنا ماليش في الدنيا دي غيرك يا تمام. يا إيه؟ يا أستاذ تمام. يلا يلا يا حاج بقى، يلا قوم روح بيتك معانا. والله كبرت يا شوقي وبتصالح امك على ابوك. بس فضل حاجه واحده كده، كنت عايز رضاك. عارفها وموافق يا ابني على جوازك. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا. الله، امال فين عيش؟ سبقتني يا اخويا على البيت كده. طب يلا يا شوقي، خد امك وزبونا انتوا كمان على البيت. انا هختلي بنفسي شويه وهصلكوا على طول. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتنوري بيتك يا زينب. ربنا يخليك. السلام. الف حمد وشكر ليك يا رب. الف حمد وشكر ليك يا رب. Thank you.
امشي ايه يا زباله انت وهو واقفين هنا ليه؟ يلا هذا انت وهو امشي يلا موقف الحمير اتنقل من هنا يلا امشي فيها يا دكتور ما خلاص يا بابا لما اقول امشي تمشي خلاص يا بابا مش مستاهله يعني الله اوعى بس انت شوف يا انت وهو احنا بطلنا حكايه الحقن والبرشام دي اي مخلوق فيكم هيعاتب هنا وعايز برشام من غير روشتة انا هبلغ عنه البوليس احطه في السجن يلا حبيبي ورينا عرض كتافك انت وهو يلا حبيبي الدور وريني الحلاقه تامر افتح لك زخانه هات الطبنجه من جوه حاضر يا بابا فين يا استاذ زرين اثبات كفاله اليتيمه منه؟ اذا سمحت لي الهيئه الموقره التاجيل لتقديم المستندات والاستعداد يا فندم انا والد الطفله بالتبني في كل الاوراق الحكوميه الرسميه وهم ما عندهمش اي دليل بيضيعوا وقت لا عندي الدليل اتفضلي قدمي حضرتك انا ما اقدرش اتكلم الا في وجود الطفله مي هاتوا البند فين الطفله مي مي يا حبيبتي انتي كمان وحشتيني قوي وحشتيني قوي يا مي حبيبتي ايوه يا استاذه ليلى طفله موجوده اهي اتفضلي اتكلمي خلاص يا فندم ماليش طلبات انا كان نفسي اشوفها بس وديني شفتها سعاده الرئيس استسمحكم عذرا ان يكون حديثي اليوم عن المشاعر الانسانيه القانون ونصوص القانون لا تتماشى مع حقيقة الواقع موكلتي لقت البنت دي وأودعتها الملجأ لأنها خايفة من المجتمع خايفة من الناس وكلام الناس اللت والعجل جامت في البيت منين والبنت دي بنت مين هربت من كل ده لكن رغم ذلك لم تنقطع عنها أبدا طيلة 9 سنوات جيب لها الأكل والشرب واللعب حتى عيد ميلادها كانت بتعمل لها عيد ميلاد كل سنة رغم انها ما تعرفش اتولدت امتى كان عيد ميلادها هو اليوم اللي اودعتها فيه الملجأ المدعي عليه تقدم بطلب للملجأ بكفالة اليتيمة مي وهذا حقه وجزاه الله كل خير لكن ليس من حقه انه يمنع ام ان تشوف بنتها ليس من حقه انه يمنع مي انه تقول لها يا ماما هي اللي ربتها مفيش حضن تاني ادفى من اللي ربطها سعادة الرئيس أنا عشان كده النهاردة بترافع عن المشاعر الإنسانية فإذا المحكمة قضت النهاردة فقدوا عدلا بمشاعركم بوجدانكم بضمائركم أخذوا عدلا بحقية موكلتي للطفلة مي وشكرا وأنا يا فندم من ناحيتي ما عنديش مانع لو دف راحت مي رفعت الجلسة كنا في الوزارة عاملين حفلة كده حفلة تكريم يعني للسيد وكيل أول الوزارة بمناسبة بلوغ سن المعاش حفلة كده حفلة إيه اللي أنتوا عاملينها دي؟ ليه جت وقتلوا سندوتشات بقى وحد ساقعة ويشرب وكله وبتاع واخد بالك ولأن السيد وكيل أول الوزارة ده كان شاعر كبير وله دواوين فتحولت إلى أمسية شعرية وثقافية وكان السيد الوزير بجلالة قدره حاضر الأمسية واحد بقى من موظفين الغلابة حب يقول ايه كلمتين حلوين في حق الراجل قال كلمتين مدح كده وبتاع وانصاف ماشي وفجاه قال ممكن اقول بقى كلمتين من قلبي طب قول يا سيدي ها هتقول ايه هتتكلم في ايه في حب الله في مدح الرسول هتتكلم في ايه يا سيدي اتفضل قول الراجل فجاه اخانا كده وبدون مناسبه لقيناه بيصرخ بعلو صوته بيقول مخنوقين أو عز جلال الله مخنوقين كلنا مخنوقين رحنا شمال رحنا يمين مخنوقين كلنا غرزين في الطين مش عارفين نروح لفين أو نروح لمين عشان إيه مخنوقين وطهقانين ومش طايقين والحياة حوالين رقبنا زي حبل المشنقة ما الشوارع ضيقة
والمدارس ضيقه والجناين ضيقه والمداين ضيقه والكنائس والجوامع ضيقه. طب امتى راح تفرج بقى؟ هو قال امتى راح تفرج بقى؟ وكل الزملاء الموظفين الغلابه صرخوا وصوتوا وسقفوا له جامد قوي. انا الدم غلي في عروقي، قلت له انا اقول لك امتى راح تفرج بقى؟ راح تفرج لما نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. راح تفرج لما نخاف الله سبحانه وتعالى في كل افعالنا واقوالنا. واحد تاني راح قايم قال بلاش كلام في السياسه بقى، واسمعها دي: المرأة التي على قبة الجرح والماء تحرض المجرى على تفجير الاستاتيكي. بنزل هزور. الراجل ده بيقول ايه؟ ما هو ده الشعر المقرر على الثانوية العامية. اي والله عاملين الثانوية العامية؟ ها؟ مسمينها ايه؟ العامية. ليه عامية؟ لأنها مش شايفة اللي بتعمله فينا واللي بتعمله في ولادنا واللي بتعمله في بيوتنا. مش شايفة الزعر والرعب اللي زرعاه جوانا. وكل ده عشان ايه؟ عشان تخرج عيال بيتلطموا في الشوارع، اللي قاعدين على القهاوي واللي مرميين على النواصي. عشان كده ثانوية عامية، عشان مش شايفة. ونتيجة انها مش شايفة بتخرج لنا مهندسين يبنوا عمارات تقع فوق دماغ اللي ساكنين فيها. مش اللي بيحصل؟ تخرج لنا دكاترة بينزل هو في بطون العيانين وبيموتوهم بالبنج. بتخرج لنا وبتخرج لنا وبتخرج لنا. الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه ولا ايه. هقول لكم صلوا على حضرة المصطفى واذكروا الله من قلوبكم يا سيدنا. قولوا لا اله الا الله. وصلى اللهم عليك علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. واستودعكم الله وإلى لقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي يابا تيجي تقعد معانا اليومين اللي جايين دول. أيوه، وما تقولش لا يا عم ماهر، المسيح الحي ما هنسيبك تاني. اللي تشوفه يا ربنا يخليك وعقبال عندك يا رب ان شاء الله. مكتوب حاجه فيس والنبي حاجه تعيني اتجوز يا حبيبي. ان شاء الله يا رب يسمع منك كده. مش اي خدمات عايزها؟ تعيش يا كيمو، النبي زبط لي ميكروباص للحاجه. ايوه حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك يا رب. سكرة الله يبارك فيك يا رب وعقبال عندكم ان شاء الله كلكم. السلامة يا حاجة، ادعي لنا. يا واد مش هوصيك بقى والنبي، البت دي غلبانة خد بالك منها. فعلها يا أم. يا رب ويرزقكم حتة عيل صغير كده. مستنيين أمر ربنا والبركة فيك يا حاجة وفي يا رب. أدعي لك يا أختي، وقلبي حاسس كده إن أنا هرجع أبقى تحبنا إن شاء الله. اسمع من بوقك ربنا يا أم. يا رب يا حبيبي. مبروك يا حاجة الفيزا، ترجع لنا بالسلامة يا حاجة. روحي ترجع بألف سلامة يا حاجة. الله يسلمك. خدي بالك من نفسك يا أخي. خد بالك من نفسك انت. يا رب تروح القدس وتقدس هناك إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. توصلي بالسلامة يا حاجة وترجعي لنا يا رب بالسلامة. بالسلامة يا حاجة. بالسلامة يا حاجة. الفتحة أمانة. ربنا عالم والله. إن شاء الله أرى لك الفتحة وربنا يفك عقدك. يا رب قادر يا كريم يسمع من بوقك ربنا يا حاجة نفيسة يا حبيبة قلبي. ادعي لي ربنا يصلح الولاد يا رب يا رب. إن شاء الله ربنا يصلحك. إن شاء الله يا أختي، بس شيلي اللي في قلبك أنت وكل شيء يبقى كويس. شيلي اللي في قلبك. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسامحه دنيا وآخرة إن شاء الله يا أختي. هطلع أعمل لكم لقمة تاكلوها. شكرا يا طن. اسمعي يا ليلى، بعد الزغاريط اللي انا سمعتها دي النهارده هتقدم لامي وهتجوزك النهارده وهتوافقي غصب عنك، والاموره دي هتيجي تعيش معايا. مش وقت يا طارق. لا بقى وقت يا ماما. عم طارق دي تعرف مني وانا موافقه. موافقه؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. نمسي الحج كده وخليكي زي القمر. يا رب ربنا يكتبها لنا. يا رب البركه يا حاجه البركه. بل عندك ان شاء الله. بقول لك ليك في الطاوله؟ اعتبر عليك بتحط في بجنك. ادعي لي يا حاجه، ادعي لي ربنا رجع لي نور عينيا. يا اخويا ما افتكرش بقى. ادعي له من ايديا وخلاص. يا رب ربنا يرزقك.
يهديه ويخليهولك يا اختي ويبارك لك في اولادك ان شاء الله. يا اختي يلا امان عليك يا النبي، سلميني على حبيبتي وادعي لي. حاضر ربنا يا بنتي يسترك يسترك دنيا واخره يا حبيبتي. يا حاجه سايقه عليك النبي والنبي يا حاجه لا تدعي فتحي ربنا يشفي ام اسمها توحيده. ها يا رب فتحي ابن توحيده تسلم مني وتقبل مني يا رب. هاتي لي ميه زمزم معاك يا حاجه. يا حاجه نفيسه والنبي السلامه امانه، السلامه امانه والفتحه امانه يا شيخه. ادعي لي ادعي لي ادعي لي ربنا يتوب عليا ويسامحني. تسافر وتيجي بالسلامة يا حاجة والفتحة أمانة يا رب. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك يا حبيبي. عقبال ما نوصل أمك كده وراها تحب يسمع من بقك ربنا. بحبك يا بت. خلص بقى الناس هتاخد بالها. ألف سلامة لعيلنا، ربنا يكتبها لنا يا رب. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. يابا اللي أنت بتقوله ده المعروف الساعة إيه يا ابني؟ في إيه؟ الله ربنا يكتبها لنا. فيها إيه لما الواحد يروح يحج؟ ويا ريت كمان بقى اموت هناك عشان ربنا يغفر لي ذنوبي كلها يا رب. يا رب ايه؟ عايزني اموت يا ابن الكلب؟ يابا مش انت اللي بتقول؟ انا بامن على كلامك، مش قلت نفسي؟ انا اقول اه لكن انت تقول بعد الشر. بعد الشر عليك يا ابو كريم. طب ايه رايك بقى ان انا مش هموت بالعد فيك؟ ها؟ الله يخليك. الف سلامة. اتفضلي يا مجد. الست نفيسة طول عمرها بتحلم تحج، هتحج على حساب التلفزيون. بس احنا زي ما احنا يا ولاد. معكش اي حاجه لحسن علحني دماغي؟ بصراحه انا نغبط. انت مالك يا ابني بتتلفت كده ليه؟ ايوه بسالك انت. يا نغبط تعرف ان انا مبطل من ساعه اللي حصل الواد جمال. بعدين انت اضلاب الحاره بتسالني انا؟ ما تتزهقش عليا يا شكلك مش مبطل. لا والنعم مبطل وان شاء الله متماسك لحد الان. طب انت عرفت ان انا نقلت نشاطي بره على الشارع؟ بجد؟ اه. يا نغبط مكتوب بقى نغبط من البتاع ده وربنا يكرمك كده. ادعي لي اعرف. ان شاء الله يا رب الله كده تبعت ان شاء الله وتروح هناك. من الحاره المصريه نقدم لكم صوره حيه لوداع اهل الحاره لاحدى الفائزات في مسابقه الحج السنه دي، الحاجه نفيسه سيد احمد. تقول لنا ايه يا حاجه قبل ما تسافري الاراضي الحجازيه؟ يا حبيبتي اقول لك ايه؟ اقول يا رب كبرت خاطري يا رب. الحمد لله لولا ربنا والبركه في التلفزيون وفي الاستاذ تمام. الحمد لله ربنا كتبها لي. مش عارفه بقى انا اشكره قد ايه واعمل ايه. يا واد يا واد يا عبد الله. يا واد عشان تطلع في التلفزيون يا واد. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر التلفزيون وبقول يا رب كل ام تحج ان شاء الله. وشكرا يا باص، شكرا يا باص.